اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحمة. وتركزت المواجهات في محيط البركة الثانية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن أو يبلغ عن وجود إصابات. ويشار إلى أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المنطقة تحت حماية من قوات الاحتلال وانتشروا في محيطها بالكامل.